اهلا وسهلا فيكم في الجليل الاعلى الفلسطيني. متوجهين الى سهول طوبس الشرقيه من حي الشيخ جراح الصامل. حاليا موجود في منطقه اسمها شارع مأمن الله، موجود في بيت المختار اللي فوق في جبال القدس العتيده والشامخه. انا اليوم موجود في احد الاحياء المهمه من مدينه القدس القديمه، من ساحه الشهداء في وسط يافا ومن برج الساعه. انا حاليا موجود على اعلى منطقه في قريه صوبا، هي تله صوبا. انا حاليا واقف على باب مدرسه الفرير، قريه لفتا المهجره، راس الناقور. وجودنا هون هو ثبات وعزيمه. يمكن في بلاد حلوه ولكن زي هالبلاد. نهاركم سعيد من دار ابونا، وبيرجع ان شاء الله عيدنا كل عزه وكرامه، وهالبلاد والارض الجميله كلها محرره. فلسطين ولا حرقه سلاميه.